عبد الملك بوطين رئيس غرفة الصناعة التقليدية جهة فاس مكناس. كما كتشوفوا هذه الدورة العادية اللي تمت دائما كتكون ولات عندنا سنة انها تدار موازاة مع اشغال المعرض ديال الدولي للخشب. وهذه الدورة كما شفتوا كان فيها نقاش، كان فيها يعني كان فيها واحد المستوى طالع، كانوا ناس تيعبروا على الآراء ديالهم بكل موضوعية، وكانت المصادقة على جميع الاتفاقيات وجميع مشروع الميزانية. كان مصادقة بجميع هذيك بدون تحفظ، بدون هذيك كان اجماع بجميع، وكان دائما الحمد لله كيمشيو دائما جميع الاتفاقيات وجميع المشي النقاط كلها كيتم عليها المصادقه بكل يعني مصداقيه، ما كاين حتى شي مشكل. انتم تبعتوا الاشغال ديال هذه الدوره هذه وشكرا.